بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيرياً أليسون. من أجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. والكان المكرمين والشمامس خدام المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل حكام بلادنا ومعاونيهم والجنود ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيرياً أليسون. من أجل هذه المدينة وجميع المدن والقرى والأديرة والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسافرين بحرا وبرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيرياً أليسون. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وشدة إلى الرب نطلب. كيرياً أليسون. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا بعد ذكرنا الكلية القداسة
الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. يا رب إننا في وقت نهارنا لرؤية عظمتك المتجلية في خليقتك نتعجب ونخشع، يا مبدع الكل وصانع العجائب الفائقة الطبيعة، فإذ ندرك عظمة حكمتك وعنايتك نعترف بأنك تستحق التسبيح، يا من تجعل الظلمة فيصير ليل وتجلب راحة للناس بعد التعب، حتى أن الوحوش تلتمس منك طعامها، ونحن مع النبي نصرخ إليك: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعتها. ونضرع إليك أيها السيد المحب البشر: لا تسلمنا بسبب جنوح خطايانا الذاتية يا شمس العدل، بل أعطي لجميعنا نور شعاع نعمتك، لكي ما نمجد عظمتك التي لا تدرك نهارا وليلا. فإنه يليق بك كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل آن وإلى دهر